السلام عليكم. اليوم رح نشرح درس المساءلة لمادة التربية الوطنية للصف الثامن من صفحة 42 إلى 45. رح نتحدث في العديد من البنود من حيث مفهومها وأهميتها وأنواعها، فوائدها والعوامل المؤثرة في عملية المساءلة. أول بند رح نتعرف عليه وهو تعريف المساءلة: تحمل المسؤوليات جميعها واحترام الالتزامات والوصول إلى النتائج التي يكون الإنسان مسؤولاً عنها في مدة زمنية محددة، وتشمل أيضاً المسؤولية الشخصية عن أوجب القصور من قبل الفرد نفسه. لتحقيق مبدأ المساءلة في الوظيفة العامة والخاصة تمنح العديد من الحقوق: الحق في الاستفسار عن تصرفات الآخرين، وتمنح الحق في شرح وجهة نظرهم حول سلوكياتهم وتصرفاتهم المتعلقة بأداء أعمالهم. أنواعها: المساءلة لديها العديد من الأنواع: مساءلة متعلقة بالفرد نفسه، مساءلة صادرة عن الأسرة للأفراد، مساءلة من المجتمع بصورة عامة للفرد، مساءلة عامة من الدولة تجاه الأفراد، وخامساً المساءلة من الجهات الرقابية حسب القوانين. المساءلة المتعلقة من الفرد نفسه وهي مساءلة الضمير اتجاه أوجب قصوره في أي جانب من جوانب الحياة. المساءلة الصادرة عن الأسرة للأفراد تشمل من خلال أن الأسرة هي اللبنة الأساسية لصلاح المجتمعات وهي الرقيب الأول للأفراد، حيث أن الأفراد يقومون بمساءلة أفرادهم عند القصور في مثال الدراسة، عند قصور أبنائهم في الدراسة يتم مساءلة ابنها عن أسباب القصور. المساءلة من المجتمع بصورة عامة هي من ناحية الصورة الأخلاقية لأفراد هذا المجتمع. المساءلة العامة من الدولة تجاه الأفراد هي مدى تفعيل الدولة للأفراد وتطبيقه على أفرادها. المساءلة من الجهات الرقابية هي من الوظائف من المؤسسات المختلفة الدوائر الحكومية الموجودة في الدولة حسب القوانين. مثال عليها: موظف يتأخر دائماً عن العمل يتم مساءلته عن سبب التأخير هذا. العوامل المؤثرة في المساءلة: في العديد من العوامل بتأثر على المساءلة في تطبيقها في المجتمع والفرد والدولة. بداية سيادة القانون: الدولة اللي فيها قانون يتم فيها مساءلة الموظفين العملاء الدوائر بشكل عام عن أوجب القصور في أي جانب من جوانب العمل. وسائل الإعلام نعرف أنه لها دور كثير كبير في تأثيرها على الأفراد من خلال دعاة الانحراف الفكري اللي موجودة على مواقع السوشيال ميديا، وجود أجهزة رقابية من قبل المؤسسات، تطبيق الديمقراطية مدى ما في قانون فإذا الدولة يتم فيها تطبيق الديمقراطية والعدالة، استقلال القضاء من خلال استقلاله في إصدار الأحكام والقرارات بشؤون المحاكمين وأوجب القصور من الأفراد. أخيراً رح نتعرف على فوائد المساءلة. عندما يتم تحقيق المساءلة في المؤسسات والدوائر المختلفة الحكومية والخاصة يتم تحقيق فوائد عديدة، منها تطوير العمل باستمرار، تحقيق العدالة في العمل، نشر النزاهة في العمل. النزاهة هي قيم أخلاقية موجودة عند الفرد، وهي أن الإنسان يبدي المصالح العامة على المصالح الخاصة. رابعاً وليس أخيراً، تسهم في الحفاظ على المؤسسة قائمة ومستمرة لتأدية دورها. عندما يقوم العاملين في أي مؤسسة كانت في تحقيق مبدأ المساءلة وأخذ أعمالهم بالحسبان، يتم الحفاظ على استمرارية تأدية هذه الدولة تلك المؤسسة في دورها بشكل إيجابي وصحيح. يعطيكم العافية، وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وفهمتوا الدرس من هذا اليوم.